يا هلا يا هلا يا هلا، اخباركم ايه؟ وحشني من زمان جدا. لا من زمان جدا ما طلعتش على فيديوهات، ما بعملش فيديوهات. انا طلعت بقى المره دي عشان افرجكم على يعني الجمال والخضره والوجه الحسن والجو الرائع وكميه الاشجار وكميه الجمال والخضره، ده تزامنا طبعا مع موسم قطع الاشجار في مصر للاسف ده. فعايز افرجكم بقى على كميه الشجر اللي موجوده هنا وكميه الخضره اللي موجوده في المدينه، اللي انا متاكد ان لو الحاجات دي في مصر، لو كميه الخضره والشجر والزراعه دي موجوده في مصر، كان زمان وزير الاشجار في مصر كان زمانه بيقول يا ذهب يا قود مرجان احمدك يا رب. بالمناسبه هو سيسي عين وزير اشجار ولا لا؟ او وزير قطع اشجار؟ وزير قطع اشجار المفروض يتعين والله وزير قطع، بس حتى خلاص ما بقاش في شجر يتقطع. هم تقريبا قطعوا كل حاجه يعني. ف ده تزامنا بقى مع قطع الاشجار. عايز افرجكم بقى على كميه الخضره في المدينه كلها، الشجر في المدينه كلها. ده مش شجر، ده حاجه اكيد طبعا، يعني بغض النظر عن الجمال، المنظر الجمالي والشكل الجمالي اللي في المدينه واللي بيديه الاشجار، ولكن هو كمان حفاظا على البيئه. تمام، يعني حمايه للبيئه وحفاظا على البيئه وانه بينقي الهواء ومش عارف ايه وبياخد ثاني اكسيد، يعني حاجات تقريبا كلكم عارفينها، يعني مش محتاجه، ما هي السر يعني. ف يعني انتوا شايفين حتى كميه الشجر وكميه كثافه الشجر اللي موجوده. انا عايز افرجكم دي يعني كميه، تحس ان انا في غابه. تمام، يعني زي ما انتوا شايفين كميه كثافه الشجر اللي موجوده، تحس ان انا في غابه. فانتوا فاكرين حتى ايام ما سيسي مسك الحكم جه قال لك مش عارف مبادره مليون شجره. طب انا حاسس ان المليون شجره حواليا دلوقتي، يعني على مساحه مثلا 200 300 400 متر يمين شمال قدام، يعني كده حوالي مليون شجره حواليا في المنطقه اللي انا فيها. طب وطبعا المبادره اللي عملها طبعا ما عملش منها حاجه خالص كالعاده، وبالتاكيد طبعا حتى الشجر، شويه الشجر الغلبان اللي موجود في مصر بقوا بيقطعوا للاسف. فدي حاجه سيئه جدا. كان نفسنا والله، يعني كان نفسي نشوف مسؤولين في مصر بيحافظوا على جمال الطبيعه، يحافظوا على جمال البيئه، حتى بغض النظر عن جمال البيئه يسيبوا البيئه في حالها، يعني مش هقول لك يحافظوا على، يسيبوا البيئه زي ما هي كده في حالها، طب ما يقربوش منها، لكن للاسف عمالين قطع قطع قطع. يعني متاكد ان لو كميه الشجر دي لو موجوده في مصر مليون في المية كان هيطلع لنا مسؤول حول. طب تبص يقول لك لا لازم نقطع الشجر ده، ليه يا عم تقطع الشجر ده كله ليه يا عم؟ يقول لك لا اصل ده حفاظا وبيصب في مصلحة المواطن، لان الشجر دوت جوه بقى تعابين وجوه عقارب وجوه اسود ونمور وحيوانات مفترسة، فلازم ايه نحافظ على حياة المواطن، فبالتالي قطع الشجر ده بيصب في مصلحة المواطن، فلازم نقطع الشجر ده كله. طبعا الكلام ده كله هاتش ولا في لا تعابير ولا بتاع ده، بالعكس ده في هنا ناس بتمشي ما بين الشجر، يعني بيبقوا عاملين ممر، الحكومية عاملة ممر كده أو ممشى ورا الصف الأولاني للشجر دوت، بحيث الناس اللي هي بتبقى الصبح عايزة تتمشى أو تجري أو تلعب رياضة حاجات كده، يعني بيمشوا أو بيجروا بيبقى لهم ممشى كده في الصف الأولاني. أنا مش عارف أنا أو هنا مفيش تقريبا، هنا مفيش تمام، بس ممكن يكون في مكان تاني أو أنا مش شايف دلوقتي. بيبقى في ممشى كده ورا الصف الأولاني دوت اللي الناس بتمشي فيه تمام، فعلى مسافة بقى أميال. يعني أنا لو هنا لو مشيت على مسافة أميال يمين شمال في أي مكان هتبص هتلاقي كمية الشجر دي موجودة في كل حتة. زي ما أنتم شايفين أنا في شارع رئيسي، أنا أعتبر في شارع رئيسي، وزي ما أنتم شايفين كمية الشجر اللي موجودة في كل حتة. معرفش هي الإضاءة بس مش مبينة قوي تمام. فكان نفسنا والله نتمنى يبقى في حاجه زي كده في مصر، وهدخلكم حتى في شوارع جانبيه دلوقتي تمام عشان افرجكم. يعني الموضوع مش في شوارع رئيسيه بس، ده في المدينه كلها وفي اغلب المدن، يمكن المدينه بس كتيره شويه فيها الخضره، بس في اغلب المدن تمام اللي انا رحتها فيها خضره كتيره جدا تمام، حتى في العواصم الكبيره نيويورك مش عارف واشنطن فيها كميه خضره تمام، يمكن مش بالكميه ديت ولكن فيها شجر كتير. فكان نفسنا والله يبقى فيها حاجات ديت موجوده في مصر للمظهر الجمالي دي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لحمايه للبيئه وحفاظا على البيئه. طب حتى تلاقي نفسيات الناس
تلاقي نفسيتهم ناس قلوبها طيبه. والله يعني مش زي مثلا ما كنا واخدين فكره ان الامريكان ما اعرفش. بص لي حتى اللي في المدينه دي بالذات غير اي اماكن تانية، بص لي ناس طيبين هادين رايقين، ما عندهمش مشاكل، ما بيعملوش مشاكل، ما فيش اي غضاضه في قلوبهم او سواد او احقاد او امراض نفسيه. ربما يكون عشان الطبيعه، ربما ما اعرفش. تمام يعني انا مش طبيب نفساني او ما كشفتش عليهم يعني كله، ربما عشان الطبيعه، ربما عشان مستوى التعليم، الله اعلم. بس الناس اللي هنا حتى غير اي مكان تاني انا روحته، بص لي لا هادين جدا ورايقين وطيبين وعلى طول الابتسامه على وشهم. ربما يكون عشان جمال الطبيعه والله، يعني بيأثر على نفسيه الناس. فانا عايز ادخلكم والله على اي منطقه سكنيه كده، ادخل يمين او شمال في اي مكان. انا دلوقتي في شارع رئيسي، كميه الخضره دي تعتبر تقريبا في شارع رئيسي. تمام، فهشوف اي شارع يمين او شمال ادخل فيه عشان افرجكم على ان المدينه كلها، انا لو مشيت اميال وحتى في شوارع جانبيه وفي شوارع غير جانبيه وبتاع، هتبص تلاقي الكميه ديت موجوده كاني ماشي في غابه. انا عايز ادخل بس كده يمين، في واحد ورايا. ايوه ده بنتلي كمان ورايا، سياره بنتلي. عقبالنا كده ما نشتري بنتلي. يلا بنتلي، يلا يا عدلي. طيب ندخل بقى الشارع كده. برضه نفس الوقت زي ما شايف المدينه كلها خضره موجوده في كل حته، الجمال ده موجود في كل حته. الشوارع نظيفه، الناس رايقه، مفيش حد، حتى اللي هي الكلاكسات الضوضاء دي ما بتحصلش. ما بنسمعش ان في حد بيعمل كلاكس، او اللي هو حتى اخواننا اللي في الدول العربيه بيسموه بوري او هورن او على حسب بقى بيتسمى ايه في اي مدينه. هنا في امريكا بيسموه هانج 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 كده. تمام، في اي فحتى كلاكسات، فتلاقي ماشيين، احنا ماشيين هاديين، هدوء في الشارع. تمام، في عربيات، مفيش عربيات، في زحمه، مفيش زحمه، لا بتسمع اصوات ضوضاء، وحتى التلوث الضوضاء. انا العربيه بتاعتي والله ما بغسلهاش الا على فترات طويله جدا جدا، لان حتى الجو ما فيهوش تراب. ندخل في اي مكان سكني كده، ندخل على دي منطقه تقريبا سكنيه. شايفين 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 انا داخل كاني داخل غابه. شوفوا دي منطقه سكنيه، انا ماشي فيها بالصدفه. انا مش عارف انا رايح فين، انا شويه وهرجع تاني عشان اطلع الشارع الرئيسي. طب انا مش عارف، انا اول مره اجي المنطقه ديت. فزي ما انتم شايفين كل البيوت قصادها كميه اشجار، وهتلاقي برضو في الباك يارد بتاعتهم نفس الوضع ده. فانا متاكد لو بيت زي ده موجود في مصر، اللي هو ممكن بقى في الاماكن اللي فيها الخضره الكتير بقى، ممكن بقى في العاصمه الاداريه، في مدينتي، في ايا كان بقى المدن الجديده اللي انا ما اعرفش اساميها ايه بصراحه، انا مش متابع ده. بس بسمع اسعار غريبه، يعني لسه من كام يوم سامع ان في فيلل مساحتها 300 متر 300 متر ما اعرفش في مدينتي ولا تقريبا في مدينتي على ما اذكر. تمام، خلاص كده المنطقه هنا انتهت، لازم الف وارجع تاني. تمام، لا في اهو في ممشى اهو، في طريق اهو ممكن يعني ندخل نتسلى كده شويه. تمام، فلقيت مثلا فيلا حوالي 300 متر تقريبا. تمام، مساحتها سعرها حوالي 550 الف دولار دولار 550 الف دولار. ايه ده ايه ده، الكلام ده بجد؟ الكلام ده بجد؟ طب انتوا عارفين البيوت ديت البيدر مثلا يعمل له في حدود 350 مثلا 1000 400 الف حاجه زي كده. ده 1000 دولار ده، وبيت هنا في امريكا، وزي ما انتم شايفين مش شارع بقى فيه خضره، ده المنطقه كلها، ومساحات البيوت مش 300 متر، ده ممكن تلاقي بال 500 بال 600 بال 1000 متر. انا هبقى افرجكم على البيت اللي انا ساكن فيه واقول لكم على سعره كام، هفرجكم على الباك يارد والفرونت يارد مش عارف ايه والبيت نفسه جوه عشان اعرفكم سعره كام. فانا ما اعرفش مين المختل عقليا المجنون اللي بيشتري في مصر بيت او فيلا او شقه ثمنها 500000 دولار. انا ما اعرفش ما اعرفش، يعني يقول لك استثمار، طب ما تيجي تستثمر هنا في امريكا. بيت مثلا 350000 جنيه، وزي ما انتم شايفين المدينه كلها خضره ازاي، والمساحات اكبر من كده بكتير، والاسعار اقل، وهتلاقي اللي ياجر منك زي الرز، سواء تاجرها غرف ولا تاجر البيت كله ولا ما كتير جدا، بسهوله جدا الايجار. تمام، لان مش كل الناس برضو هنا اغنياء، او مش كل الناس مثلا معاها 400000 دولار او حاجات زي كده. انما في مصر
في مستوى المعيشة ده، تيجي تقول لي بيت في المكان اللي في اماكن عادية جدا، تمام، او مكان نظيف، تمام، يعني بس مكان عادي بالنسبة لنا مش زي الخضر دي، عمرك ما تلاقي شوارع زي كده في مصر، مستحيل مستحيل. يعني حتى في الاماكن الفخمة جدا في العالية جدا اللي يقول لك بقى العاصمة الادارية ولا مدينتي، مش هتلاقي شوارع زي اللي انا ماشي فيها ديت، ده بالرغم ان هنا ديت مش اللي هو الواو، هي مدينه كويسه اللي انا فيها دي، مدينه كويسه ونظيفه وراقيه وكل حاجه، تمام، بس بالتاكيد برضو في احسن منها يعني، تمام. ما بتلاقيش الاسعار اللي موجوده في مصر دي، الاسعار الخياليه دي، $500,000، $500,000 على شقه 300 متر ولا فيلا 300 متر. ف كان نفسنا والله تبقى الخضره والجمال ده موجود في مصر. يعني الشجر ده اللي بقاله عشرات السنين محدش بيقرب له، محدش بيقطعه، سايبينه وبيهتموا بيه وبيعتنوا بيه، لما بيلاقوا شجره كده مخوخه من جوه ولا حاجه بيقطعوها. بيقطعوها ليه؟ عشان ما تقعش على الناس، تمام، عشان مثلا في عاصفه، في مطر شديد، فبتاع ما تجيش تقع على الناس، تحصل ناس تموت، تمام. فتبص تلاقي في ناس بتمشي بتشيك على الشجر، تشوف الشجر حالته كويسه ولا لا، ولا مخوخ من جوه، ولا ظروفه ايه من جوه، تمام، بيبقى عشان لو مخوخ او ضعيف او جذره ضعيف او الكلام ده بيتقعش، ما تقعش على الناس. فعشان كده تلاقي الشجر حالته كويسه، صحته كويسه، بيعيش بعشرات السنين. انما في مصر بيقطع اسهل حاجه، قطع 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 ليه؟ ما اعرفش. فللاسف كان نفسنا تبقى بلدنا احلى من كده، وكانت حلوه، وبس بيبقى صعبان على المسؤولين انهم يسيبوها حلوه. يعني شوية الجمال اللي متبقي ده بيبقى صعبان على الحكومة او على المسؤولين انهم يسيبوه، يقول لك لا اقطع. بيقطعوه بقى بيودوه فين؟ انا ما اعرفش. هل بيقطعوه بيشيلوه مثلا من جدره يروحوا يزرعوه في العاصمة الإدارية مثلا، ولا بيقطعوه خالص وبيعملوه فحم وبيبيعوه بقى كفحم بيصدروه؟ انا ما اعرفش بصراحة بيعملوا بيه. يعني انا ماشي اهو في شارع رئيسي والناس ماشيه وعربيات كتيره ماشيه، وتبص تلاقي شجر، كميه شجر يمين وشمال في اي حته، دخلت يمين دخلت شمال هتلاقي الشجر ده موجود في كل حته، كميه بكثافه، مش شجر، بكثافه. فكان نفسنا والله نتمنى ان بلادنا تبقى بالجمال ده، يعني حتى شويه الجمال اللي كانوا موجودين او اللي فاضلين اما بيبقى صعبان عليهم يسيبوهم للناس. ف يلا اديني فرجتكم على الشوارع النظيفة والشوارع اللي موجودة في البلد هنا، والخضرة والوجه الحسن. طبعا مش انا بهزر ولا وجه حسن ولا بتاع. نشوفكم في فيديو تاني بقى ان شاء الله. ونتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ونتمنى نشوف بلدنا حلوة وبلدنا كلها حلوة والخضرة تنتشر تاني في مصر، بالرغم انها تقعد سنين على ما حد بيجي حد عنده شويه ضمير يقول لك لا نزرع من اول وجديد، لا هيقعد عشرات السنين عشان يعوض شويه الشجر اللي اتقطعوا دول، تمام، الفتره اللي فاتت. فلان الشجر بيقعد عشرات السنين على ما يكبر يبقى بالكثافه دي ولا بالكميه او بالحجم ده، تمام. فللاسف هنقعد عشرات السنين على ما نسترد بس الشجره اللي اتقطعت دي. يلا نشوفكم فيديو تاني إن شاء الله.